مساء الخير. ان شاء الله بعد ما خلصنا المحاضرة اللي فاتت بتاع passive movement، لان كنا بدأنا نعرف يعني ايه range of motion exercise، وقسمنا range of motion exercise ل passive movement و active movement. كلمنا المرة اللي فاتت عن relaxed passive movement، والنهاردة هنبدأ كلامنا عن ال active movement. وكنا ادينا هنتس المرة اللي فاتت ان الاكتيف موفمنت دي تلات انواع: اكتيف اسيستيف اكسرسايز، واكتيف فري اكسرسايز، واكتيف ريزيستيف اكسرسايز. هنبدا كلامنا النهارده عن الاكتيف اسيستيف اكسرسايز. يعني ايه اكتيف اسيستيف اكسرسايز؟ اكتيف اسيست، ما دام كلمه اكتيف يبقى بيعملها البيشنت ولا الثيرابيست؟ اكيد بيعملها البيشنت. بماسل كونتراكشن ولا ما فيهوش ماسل كونتراكشن؟ لا، بيعملها بماسل كونتراكشن. لكن عشان خاطر الاكسرسايز او الماسل كونتراكشن بتاع البيشنت ضعيف قوي انه يكمل الحركه، عشان كده الثيرابيست بيساعده. وبدام السيرابيست بيساعده يبقى اسمها اكتيف، لان البيشنت بيعمل جزء اسيستيف، لان السيرابيست بيساعده. يبقى الديفينيشن بتاع الاكتيف اسيستيف اكسرسايز معناها اكسرسايز بيرفورمد باي ذا بيشنت، زي ما اتفقنا، اور ويز ذا اسيستنس اوف ان اكسترنال فورس از ثيرابيست كورد بولي اند ويت بولي سيركت اند سو اون. يعني اكسرسايز بيعملها العيان مع مساعده. المساعده دي ممكن تكون الثيرابيست او كورد حبل او بولي سيستم يعني بكره او اي شيء تاني يقدر يساعد العيان. امتى نستخدم الاكتيف اسيستيف اكسرسايز؟ لما البيشنت يقدر يعمل الحركه من اولها لاخرها لوحده؟ لا، نقدر نستخدم الاكتيف اسيستيف اكسرسايز when the muscles acting on one of the body levers are too weak، ضعيفة قوي، to bring about movement. يعني في muscle contraction ولا مفيش؟ اه، في muscle contraction، لكن muscle contraction not enough to bring about movement. Number two, the muscles are too weak to control the movement adequately. يبقى when the muscle contraction is too weak to bring about movement and when the muscle are too weak to control the movement. Number three, for restoration of mobility. For restoration of mobility. Indications. امتى هنعمل ال active assistive exercise؟ Number one, to assist movement in case of muscle weakness. كلمة M وبعدها full stop معناها muscle. In case of muscle weakness. To increase range of motion. To assess functional activities of ADL. كلمة ADL معناها activities A daily D living L activities of daily living. يبقى to assess functional activities of daily living. After removal of plaster cast، الناس اللي بتشيل الجبس ما بتقدرش تكمل الحركه الاخر، فانا هساعدها. يبقى after removal of plaster cast. Following tendon or muscle transplantation. بعد عمليات زرع العضلات او زرع الاوتار. As a method of muscular re-education. عشان ابدا اعلم العضله حركة جديدة. يبقى نقدر نعيد الانديكيشنز تاني: to assist movement in case of muscle weakness, to increase range of motion, to assist functional activities of daily living after removal of plaster cast following muscle or tendon transplantation as a method of muscle re-education. ايه التايبس اوف assistance؟ احنا قلناها في الديفينيشن. ممكن الاسيستنس دي تكون مانوال اسيستنس، يعني باستخدام الفيزيوثيرابي نفسه
أو الـ patient sound limp، يحرك إيديه اليمين مثلا بإيديه الشمال، وده يبقى اسمه self assistive. أو mechanical assistance، ودي باستخدام sling يعني السوست، بولي سيستم يعني البكر، ويلز يعني العجلات. يبقى يا إما manual assistance يا إما mechanical assistance. المانوال اسيستنس يا اما الثيرابيست هاند او البيشنت هاند، ميكانيكال اسيستنس يعني السلينج او البولي سيستم او الويلز. ليها رولز، ليها برينسيبلز. اول حاجه ستارتنج بوزيشن، لازم بدل بعمل اكتيف اسيستيف اكسرسايز، تفتكروا بدل بستخدم الاكتيف اسيستيف اكسرسايز يبقى الماسل سترونج انف ولا ويك؟ لا، المسل ويك، وبالتالي اعمل الحركه اجينست جرافيتي ولا اعمل الحركه ويز جرافيتي اليمينيشن. يبقى لازم اختار البوزيشن اللي فيه العيان ويز جرافيتي اليمينيشن. يبقى لازم اختار كومبليت ستابيليتي، كومفورت بوزيشن، انشور كومبليت بيشنت اتنشن، البيشنت مركز معايا عشان يطلع مسل كونتراكشن، فول بيشنت كونسنتريشن، ماكسيمم ايفورت ريكوايرد فور performance. والمهم قوي ان البوزيشن يو يكون with gravity elimination ولا against gravity، مهم يكون with gravity elimination. fixation، fixation of the proximal part and assist the distal part to move. support، لازم يبقى في complete support for the moved part. السبورت دي ممكن تبقى pillows، بورد، سلينج، مانيوال سبورت. ابدا اشيل انا بايدي ايد العيان اللي هيبدا هو يعمل ماسل كونتراكشن ويحركها، وانا هديله مساعده. او ممكن اللي هيعمل السبورت ده بيلوز مخدات، او البورد لو سلايدنج بورد، او السلينج. كاركترستكس اوف اكتيف اسيستيف اكسرسايز، الكاركترستكس دي ان في ماسل كونتراكشن ولا مفيش في ماسل كونتراكشن، but not sufficient not enough to perform movement، عشان كده انا محتاج اديله assistance. muscle power increase by exercise so assistance should be decreased. يبقى كل ما تحسن العيان كل ما زاد muscle power بتاع العيان، كل ما زود الاسيستنس لا كل ما قلل الاسيستنس. دي علامه من علامات تحسن العيان ان انا اقلل الاسيستنس. الدايركشن اخبارها ايه؟ ويز جرافيتي اليمينيشن ولا اجينست جرافيتي؟ لا طبعا ويز جرافيتي اليمينيشن. ريبيتيشن، اعمل ريبيتيشن ولا ما اعملش؟ اعمل ريبيتيشن، بس خد بالك من الليفل اوف ماسل فاتيج، ما توصلش للماسل فاتيج. ماسل فاتيج العيان ده هيوصل له بسرعه، وبالتالي الريبيتيشن تبقى كتيره ولا قليله؟ لا الريبيتيشن مع العيان ده هتبقى قليله عشان هو هيوصل للفاتيج بسرعه. مهم قوي to understand the pattern of movement. يعني ايه؟ يعني ابدا اعلم العيان والبيشنت يكون مركز معايا في كونسنتريشن في اتنشن، وابدا انكارج البيشنت بتاعي do your best during exercise وانا بديله assistance. يبقى البيشنت هو اللي بيبدا الحركه، البيشنت هو اللي بيبدا الكونتراكشن، وانا بساعده يا اما بايد العيان الثانيه يا اما بايد الثيرابيست يا اما بميكانيكال assistance زي ما اتفق. بيشنت كوبريشن مهم قوي، البيشنت encouragement ده مهم قوي. ممكن الانكارجمنت ده يبقى in front of mirror، مرايه واوري له الحركه، ممكن ان انا اعمل له بالبيشن باستمرار عشان احس الماسل كونتراكشن، ممكن ادي له اوردر او كوماند وابدا انكارج اقعد اقول له مور 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 دو يور بيست. زي ما قلنا ان في مانوال اسيستنس سيلف اسيسمنت، يعني العيان هو اللي بيعمل بايده الثانيه، يمسك ايده في ايده الثانيه ويبدا يعمل شولدر فليكشن اند اكستنشن، شولدر هوريزونتال ابدكشن اند ادكشن، شولدر انترنال اند اكسترنال روتيشن، البو فليكشن اند اكستنشن، فور ارم سوباينيشن اند برونيشن، ريست فليكشن اند اكستنشن، ريديو النر جوينت، ريديال ديفيشن اند النر ديفيشن، فينجر فليكشن اند اكستنشن،
thumb flexion extension opposition hip flexion and extension hip abduction and adduction ankle and toes movements او therapist assistance يعني الثيرابيست ينيم العيان في gravity eliminated position ويبدا يديله الاسيستيف موفمنت خد بالك مش كل الحركه بتتعمل بالثيرابيست والا تبقى باسيف موفمنت ده جزء بيتعمل بالثيرابيست وجزء تاني بيتعمل بالبيشنت تاني حاجه ميكانيكال اسيستنس ودي بتبقى بواند يعني وودن ستيك او بتبقى بالفينجر لادر سلم كده محطوط على الحيطه وببدا اتسلقه بصوابعي كورد اند بولي يعني بكره وحبل او بشولدر ويل ممكن تتعامل بسكيتنج بورد او باودر بورد زي ما قلنا ممكن يتعامل بسسبنشن زي السوست او ممكن يتعامل بريسيبروكال اكسرسايز زي العجله مثلا الواند اكسرسايز اللي هو الوودن بار اللي هو العصايه اقدر اعمل بيها الشولدر فليكشن واكستنشن شولدر هايبر اكستنشن شولدر ابداكشن هوريزونتال ابداكشن شولدر روتيشن اند اكسترنال روتيشن البو فليكشن اند اكستنشن الفينجر لادر اللي متعلق على الحيطه ده اللي زي السلالم او الشيش بتاع الشباك ممكن يساعدني ان انا اعمل شولدر فليكشن او شولدر ابداكشن اهم حاجه البروبر بوزيشن بروبر موفمنت not encourage substitution or trick movements overhead pulley اللي هي البكر اللي متعلق فيها حبل اشد حبل بايدي السليمه عشان ايدي التعبانه تبدا تتساعد روب اند بولي للشولدر فليكشن وابدكشن شولدر انترنال واكسترنال روتيشن البو فليكشن اند اكستنشن الشولدر ويل العجله اللي بتبقى في الحيطه ابدا استخدمها عشان خاطر الشولدر والالبو الشولدر ابدكشن ادكشن شولدر فليكشن اكستنشن شولدر انترنال اكسترنال روتيشن البو فليكشن اكستنشن سكيتنج بورد او باودر بورد وده بيساعدني ان انا اعمل الاكتيف اسيستيف اكسرسايز فور هيب ابدكشن ادكشن هيب فليكشن اند اكستنشن ني فليكشن اند اكستنشن السسبنشن اللي هو سلينج او سبرينج اللي هي السوسة المتعلقة ممكن في فيرتيكال سسبنشن يعني السوسة متعلقة في السقف انا لو زقتها لتحت هي هتشدني لوحدها لفوق او اكزيال سسبنشن البنفيتس بتاعتها زي ما قلنا ان جزء منها بيبقى ريزيستنس وجزء بيبقى اسيستنس ممكن استخدمها في الريلاكسيشن وبتحتاج ليتل انستراكشن تو ذا بيشنت البيشنت بيبقى فاهمها باستمرار الاكسيال سسبنشن انا ممكن اعمل بيها الشولدر ابدكشن وادكشن الشولدر فليكشن اند اكستنشن الهيب فليكشن اند اكستنشن والهيب ابدكشن اند ادكشن الريسيبروكال اكسرسايز يونت ودي قلنا انها بتبقى للور ليمب وزي الستيشنري بايسكل زي العجله اللي لف برجل اليمين اللي هي السليمه عشان خاطر تلف الرجل الشمال وده ميزتها انها بتشغل رجلين الاثنين مع بعض وبالتالي بيبقى في ريسيبروكال باترن اوف موفمنت وبتمبروف الانديورانس وبتنيشيت الاسترينثنينج بروجرام ثانك يو ويلكم وذ اني كويستشن